خلال الفترة من أكتوبر عام 2020 وحتى نوفمبر الماضي، نجحت الإرادة المصرية في الانتهاء من مشروع محور التعمير، أو كما أطلق عليه محور المشير فخري فؤاد محمد أبو ذكري، محور يهدف إلى ربط جميع أنحاء المحافظة بعضها ببعض والتخفيف من التكدس المروري وتيسير حركة تنقل المواطنين. في مسافة متوسطة ما بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوي حتى منطقة بوابة الرسوم، ثم يتكامل معها محور عمر سليمان بطول 45 كيلو قوسين شرقي وغربي، الشرق بيوصل لكارفور والغرب بيوصل لبرج العرب. إذن تطوير شامل في الطرق الطولية اللي مؤديها لإسكندرية واللي خارجة من إسكندرية، بالإضافة إلى طبعا محور المحمودية، ده برضو محور طولي من الدولي الساحلي حتى الطريق الزراعي بطول 55 كيلو. دي المحاور الطولية الرئيسية اللي احنا بنشتغل فيها منطورة دلوقتي. في محاور عرضية، أولها وطبعا الدولي الساحلي، الدولي الساحلي ده بادئ من بورسعيد حتى السلوم بطول 800 كيلو، ولكن في منطقة اسكندرية تقريبا طوله 70 كيلو، 5 كيلو شرق اسكندرية و 65 كيلو حتى مدينة الحمام غرب اسكندرية. اللي شرق اسكندرية بتطور كله عشان يبقى طريق حر، أيضا مفصول الشاحنات فيه على طريق خرساني، 6 حارات في كل اتجاه، منهم 3 لعربات الركوب و3 للخرساني، وحضراتكم شفتوهم يوم ما شرفنا سيادة الرئيس أثناء افتتاحه لمصنع الرمال السوداء، وتفقد فناشر الخرسانة ومعدات تدوير طبقات الأسفلت. أيضا في 65 كيلو من اسكندرية حتى الحمام، دول تم تنفيذهم العام قبل الماضي والانتهاء منهم 5 حارات في كل اتجاه، 3+2 خدمة وللشاحنات. الطريق الموازي دي على طول او الطريق اللي بعديه كطريق عربي هو اللي احنا واقفين عليه النهاردة، هو محور الفريق ابو ذكري، ده طوله 50 كيلو، خلصنا منه 35 كيلو، 9 حارات في كل اتجاه منهم 5 لعربات الركوب و4 للشاحنات، ثم امتداده 15 كيلو حتى وصله بنسميها وسط حسن علام في منطقة برج العرب، عشان يبقى محور واحد موازي للطريق الدولي الساحلي بطول 50 كيلو. في بعديه او بين الاثنين محور اسمه محور او طريق اسمه طريق مشغيو، ده طريق طوله 11 كيلو، ولكن طريق مهم جدا لان ده رابط كل المناطق اللوجستيه والمخازن اللي بتخدم على ميناء اسكندريه او في الظهير الصحراوي او في الظهير ظهير ميناء اسكندريه، ومرتبط بميناء اسكندريه بشكل كبير جدا. هذا المحور ايضا هو الوقت حارتين وحارتين، احنا بنطوره الى 5 حارات و5 حارات وحل مشاكل الصرف الصحي والحاجات اللي موجوده. جنوب هذا المحور، جنوب محور التعمير او محور اللي هو كان التعمير سابقا ابو ذكري حاليا، محور اسمه محور الكافوري سير كرير برج العرب بطول 33 كيلو، تم الانتهاء من تطويره ايضا بطول 33 كيلو بالكامل، بقى 5 حارات و5 حارات في كل اتجاه، منهم 2 حاره للشاحنات. دي تقريبا الطرق الطوليه والطرق العرضيه اللي بتخدم منطقه اسكندريه والمنطقه المحيطه بها. 8 مكاتب استشاريه و15 شركه مقاولات و46 الف مهندس وفني وعامل عملوا على قلب رجل واحد للانتهاء من هذا المشروع الحيوي خلال هذه المدة القصيرة من أجل خدمة رواد هذا الطريق في توفير الوقت وسلامتهم الشخصية. احنا علشان نعمل الكلام ده زي ما حضرتك شايف جنبنا هنا، احنا اضطرينا نردم في المية، فجزء كبير من الطريق كان ردم جوه المية. المية دي في مزارع سمكية، في ملحات، فالملح طبعا في مشكلة في الأرض، زائد ان الطريق بيعدي في منطقة فيها مرافق كتير جدا، زي مثلا في عندنا منطقة وادي القمر فيها شركات البترول بتاعت مصر، جزء كبير من شركات البترول اللي بتنتج منتجات مختلفة من مشتقات البترول دي ما ينفعش تقف، فلازم نعمل الطريق يعدي من جوه الحاجات دي من غير ما يوقفها ومن غير ما يعمل مشاكل. الطريق معدي في الملاحات، لازم نعدي الطريق من غير ما نوقف شغل الملاحات لان ده انتاجه بيطلع. في عندنا ابراج الكهرباء، في عندنا كان عندنا تحديات كتير قوي الحقيقه، بس الحمد لله ربنا يعني وفقنا والطريق طلع زي ما حضرتك شايف كده. والله لو حضرتك سالت اي حد الطريق ده يخلص في قد ايه كان هيقول لك من 3 ل 4 سنين،
بس الحمد لله ربنا وفقنا، الطريق خلص في سنة ونص، وطبعا الفترة الأخيرة كنا بنقفل الشغل يعني، والطريق دلوقتي بيتفتح بعد أقل من سنتين من بداية العمل. واجهنا تحديات أثناء تنفيذ المشروع في تمديد مسارات الكابلات الجهد المتوسط بالتنسيق مع المرافق، خطوط البترول وخطوط الغاز ومرافق المية ومرافق الصرف، والخطوط دي معدية في داخل مدن سكنية، فتم التنسيق مع جميع المرافق، فهي دي كانت أكبر التحديات اللي واجهتنا. أكتر حاجة واجهتنا هنا في المشروع كانت تقيلة المعادلة الزمنية. المعادلة الزمنية كان عندنا الوقت قصير قوي ومطلوب إنجاز حجم أعمال كبير، وده اللي بفضل الله عرفنا نكسره هنا في المشروع. عرفنا نحقق المعدل الزمني بتاعنا بطريقة الشغل الممتازة اللي ظهرت دي كلها في معدل زمني صغير جدا قبل ما المشروع يتنجز، ودي كانت من أكبر التحديات عندنا المعدل الزمني. من ضمن التحديات ومن أهمها تحديات التربة الصخرية اللي قابلتنا في المشروع على طول مسار الكابلات 8 كيلو، بإضافة برضو لمعدل المياه الجوفية اللي قابلتنا في بعض الأماكن، والحمد لله تم تواصل حلها بالطريقة العلمية الصحيحة. وطبعا المشروع ده احتوي يعني اقدر اقول اللي هو انجاز واعجاز حصل على ارض اسكندريه. معظم العقبات اللي قابلتنا معظمها في عمليات التطهير، لان احنا قايمين على شغل ملاحات ومصارف، فدي اغلب الاماكن اللي كان فيها مشاكل. تمت عمليه تطهيرها وتنفيذها في اسرع وقت لدخول عمليه خوازير رمليه لمساعده على سرعه الهبوط للطريق. تاني حاجه حضرتك بتتكلم فيها هيخدم مين؟ هيخدم الشعب المصري، من حيث ان احنا عاملين عمليه تطوير في المحور بالكامل يشمل معانا 8 حارات في اتجاهين 8 و8، فالوضع اصبح مختلف للشعب المصري. جاءت تسميه هذا المحور باسم المشير فخري فؤاد محمد ابو ذكري تخليدا لذكراه، اذ يعد احد ابرز قاده القوات البحريه في التاريخ المصري الحديث، وعن دوره في التخطيط لعملية تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 1967. يعني ما فيش وفاء أكتر من كده، وما فيش تكريم أكتر من كده، فهو كل الوفاء وكل التكريم من الدولة المصرية ورئيس الدولة المصرية لاسم الوالد، خصوصا بعد 40 سنة من وفاته، 50 سنة من حرب ذكرى حرب أكتوبر، ما فيش بعد كده وفاء وتكريم. يعني استقبلت الخبر بفرحة شديدة، والواحد ما كانش متوقع ان بعد العمر ده كله وبعد السنين دي كلها هيبقى فيه تكريم تاني واخر للوالد وعلى هذا المستوى وبهذا الحجم. شريان حيوي نجحت الدولة في توفيره لأبنائها، وينضم إلى سلسلة الشرايين التي تنجزها الدولة من أجل الجمهورية الجديدة. لا، الأسفلت طبعا فرق ياما كتير غير الأول، الطريق بقى أحسن طبعا في الوقت. يعني ممكن الأول كنت تاخد الطريق دوت من أوله لآخره في حوالي ساعة مع التكدس المروري مع العجل الكتير. دلوقتي لو حصلت مثلا لا قدر الله حادثة عربية اتعطلت، بتاخد يمين الطريق والطريق ماشي زي ما هو، ما تعطلش، ما يفرقش معاك الوقت خالص. الاول ما كانش كده، كان طريق واحد. اكيد النقل لوحده والملاكي لوحده، فاكيد بيفرق كتير. عربات النقل بتاذي العربات الملاكي ياما. فرق معايا الطريق في نعومته ونظافته، الوسع، بمشي براحتي، ما فيش حد جنب مني بيضايقني. ففي فرق شاسع كتير عن الاول. والوقت بيفرق معانا كتير، كان الاول بناخد وقت، دلوقتي ممكن ربع ساعه نبقى في الموقف الجديد. والله احنا كنا الاول كان الطريق كان صعب جدا ان احنا نمشي عليه، كان ضيق وكنا بناخد وقت طويل جدا في ان احنا نوصل للمكان اللي احنا رايحينه. دلوقتي جمال الطريق اللي هو بيخليني انا عايزه كل يوم افضل رايحه على الساحل، كل يوم افضل جايه، الطريق ما بقاش بياخد مني مجهود، بنروح لغايه العالمين في وقت قصير جدا. كان زمان بيعملوا حاجه على قد الوقت الحاضر، لكن دلوقتي كل حاجة بتتعمل لقدام كمان عشان ولادنا وأحفادنا يستمتعوا بمجهود الجيل بتاعنا.